صغيرة كنت عندي حلم اني العب باليه على الارض. بتفرج مرة على يوتيوب وكده لقيت بقى فيديوز قديمة للفري ستايل، فحسيت ان ده قريب قوي من الحلم بتاعي، ويمكن انا مكتوب لي ان انا احقق ده في السماء مش في الارض. شابة مصرية جذبت إليها الأنظار مؤخراً، ندى عطية ابنة 24 عاماً، لم تؤدي قفزة حرة فوق السحاب فحسب، وإنما كانت أول فتاة تعرض مهارتها في الباليه جواً. فخر ليا أن أنا أكون أول عربية وأول بنت مصرية تبدأ تشارك في عالمياً في كاتيجوري أو في لعبة معينة. السكايدايفنج اللي هو القفز الحر مختلف عن الباراشوتنج اللي موجود في مصر، كانت بيستخدموها زمان في الحرب وحاجات كده، فهي كانت بدأوا الناس يعملوها كهواية، بس هي تطورت عالميا، تطورت وبدأت حاجة اسمها سكاي دايفنج. ده كان في دبي، أنا كنت عايشة في دبي، وفي مدرسة قفز اللي بيبدأوا اللعبة. بدأنا بحاجة اسمها تماسك رباعي، نقفز من طيارة من على ارتفاعات عالية، زي يعني بتبدأ من فوق مثلا 12,000 قدم، وبنعمل تماسك بين 4 أشخاص، عشان كده اسمه تماسك رباعي. بنعمل أشكال كده معينة لمدة 45 ثانية لحد لما نفتح الباراشوت وننزل كلنا على الأرض. أحلى حاجة فيه بقى هي وقت الفري فول بقى. بخاف جدا من الملاهي، فكون ان انا فجأة ابقى واحدة بخفز من الطيارات كل يوم، دي كانت تحول كبير في حياتي. فهو بقى ده كان بداية بقى اللي هو ايه، كومبايننج بقى الحلم القديم بتاع الباليه وبقى السكاي دايفنج. في حلم تاني برضو عند اي بنت، انها تلاقي الشخص اللي يشاركها بقى هوايتها ورياضتها وحياتها. ليس غريبا على أصحاب هذه الرياضة أن تسمعوا روحهم فوق السماء أيضا، وتكتب لنا قصة حب من أجمل القصص حبا. كنا في كينيا، إيفنت كبير، وكان الإيفنت ده فيه ناس من العالم كله، حوالي 400 شخص، وكنت نازلة على آيلاند بعمل لاندنج. أنا لقيت الشخص ده الحمد لله، ولقيته كاتب على الآيلاند Will you marry me؟ ومستنيني بالرينج. وهي نزلت واتفاجئت بالبروبوزل والحمد لله وافقت. كانت لحظة فظيعة، يعني كنتش عارفة أعمل أي رياكشن من كتر الخضة، بس لا كانت لحظة حلوة قوي. مبسوط جدا اني اتعرفت على ندى، وانا فخور جدا بيها ان هي بطلة، وان شاء الله تمثل اسم مصر. حلم وبيتحقق فعلا، وما كنتش متخيلة ان الاقي الشخص اللي يشاركني هواياتي كلها وكده. نفسي نفتح مدرسة هنا وابقى بارت في المدرسة دي، وعلم كل حاجة اتعلمتها، لان الواحد لازم يشير الاكسبيرينس بتاعته. فنفسي مصر تبدأ تشارك بفريق، لان في بطولات كبيرة زي الورلد كاب، وورلد تشامبيونشيبس، احنا عمرنا ما سمعنا عنها بس بتحصل كل سنة.